بزاف ناس تقصد بلي الدينار أصله عربي، صح حكاية الدينار أقدم بزاف. الدينار جانا من الرومانيين اللي كانوا يعيطولو ديناريوس. الديناريوس بن في القرن الثاني قبل الميلاد في روما، وين كان مخدوم بالفضة. بالعقل بالعقل بدأوا الرومانيين يستعمروا في العالم وساحل الجزائر، إما لطحوا تدريجيا المملكات الأمازيغية وانقرضوا العملات المحلية حتى ما بقى غير الديناريوس الروماني ماشي. في القرن الخامس نقصت قوات الرومانيين، إما لجوا قبائل كبيرة من ألمانيا اسمهم ليفاندال. ليفاندال حاربوا الرومانيين وبنوا مملكة جديدة ما بين شرشال وعنابة، جورينهم إمارات أمازيغية حرة. ليفاندال كملوا يستعملوا الديناريوس الروماني، زادوا له برك نقوشات يمثلوا ملوكهم. بالصح الرومانيين عاودوا ولاو خرجوا ليفاندال وبقوا في حالة حرب دايمة مع الأمازيغيين. هذا هو الوقت وين دخلوا الرومانيين في المسيحية، مالا ضربوا عملة جديدة بالذهب وحبسوا نهائيا يخدموا بالديناريوس تاع الفضة. في القرن السابع زادت بدل العالم مع ظهور الإسلام والخلافة الأموية، عاودوا خرجوا الديناريوس الروماني بصح خدموه بالذهب وسموه الدينار. هذا الدينار الذهبي ولا عملة البلدان الإسلامية من الأندلس حتى الآسيا وحكم عدة قرون. جازوا الحروب والخلافة حتى دخل الاستعمار الفرنسي على الجزائر، لقوا السوق مخلطة بعدة قطع نقدية مختلفة ما بين الدرهم المغربي، الدينار التونسي والبوج العثماني بجانب الريال والدورو تاع اسبانيا. إما لفرنسا منعت كل هاد العملات وفرضت الفرنك الجزائري. لازم نستناو حتى 1964 باش يعاود يبان الدينار، وين ولا العملة الرسمية الجزائرية بعد عدة قرون من المغامرات.